30 عام وانا في هذه الحرفه ديال الهنديه. اي هنديه كنخدم معها كل عام ما كنتفكش معاه، واخا نكون مغيد واخا صحيح، وين هاد السلعه الناس غير ما عارفينش المنفعه ديالها. اخويا هاد السلعه، هاد السلعه اخويا غير كتحيد الحجر من الكلاوي والمصره اللي كان دار بنادم، والنبوله البروستاله ديال النبوله ما يبقاوش في الناس. هذه علميا ماشي انا النفس ديالي، انا النفس ديالي كانت بيا وكنتحسن منها. علاش الناس غير ما غيقلبوش على واحد الدواء اللي غياكلوه؟ ندير لك واحد المعلومه اخويا، ما راهش ملقح هذه البطاطا، هذه ملقح من البطاطا حلوه. الناس راه ما غيعرفوهاش، هو خايب حد عليها العام كامل. من البطاطا حلوه باش ملقحه، وهاد اللقيح اللي ملقحينها بها المنفعه اللي كاينه بها ما كاينش في الهنديه الاخرى. الناس باش يعرفوها يبقاو راه مكتشفين واحد الهنديه كناكلوها. بالمناسبه لهاد الهنديه الناس اللي كالوها غير شحال من واحد غير كيتصفى من الدم ديالو، الدم ديالو اللي كان فيه لي كونتين خايب كيتصفى ليه، كان فيه هذاك شيقول ليه فقر الدم، كيرجع ليه فقر الدم، يحيد منها التشويكات ديالها من الجنان من هنا وياكلها بكل شيء ليها. لا بغى فقر الدم يحيد منه. والناس اللي باغي يامنوا بها راه كتصايب تحت هو، يدخلوا اليوتيوب يبحثوا مع روسهم راه كتصايب حتى هو، كتصايب شي الحوايج عصير سميتها الباكور الهندي، وبالفرونسي سميتها ليكاردي. ملقحه من البطاطا حلوه ومن الاصول ديالها، هي سميتها الباكور الهندي. والباكور الهندي راه معروف، راه فيه شحال من نوع، راه ماشي نوع واحد كاين، جوج نواع، نوع كيتكال ونوع ما كيتكالش، باش يعرفوا الناس كاينه ملسه ما كتكالش روميه، وكاينه هذه كتكال. هذه غاش هذه بالمناسبه يطلعوا للصويره، الناس اللي عارفينها راه غيفهموا شحال الحوايج. الناس اللي كيمشيو للصويره كياكلوها راه عارفين المنفعه اللي فيها، وكداوي الناس ماشي شحال منهم كيمشيو. لا قبل واحد الوقيته ما كانتش كتدخل هنا الجديده، ما كيجيوش لها الناس هنا الجديده كاع، ما كانوش يسولوا فيها شنو هي كاع، كتحطها كيتسابك جايب شي حاجه كتضحك عليه، والحاجه اللي فيها المنفعه الناس ما كياكلوهاش، كيقلبوا على شي حاجه اللي فيها المرض ويجري ويمشي ياكل شي حوايج مساوين حتى حاجه. وين الحاجه المنفعه راه ما كياكلوهاش، راه دواء، راه شي لا حوايج فيها. راه الناس اللي فيهم حجر بالكلاوي يمشي للطبيب ديالو اللي عنده الحجر بالكلاوي، يجي يتبع سبع ايام يوميا للغيق مع الصباح، ويمشي للطبيب ديالو سبع ايام بالحساب. غيمشي للطبيب غيقول لي خويا اش كليتي، غيلقى لك شي عنده راه الدواء في النفس ديالو طاح تحسن. والناس اللي عارفين راه كياكلوا، واللي ما عارفينش راه ما كيقربوش لا كاع، ما كيتسوقوهاش كاع. لا قلتي لي راه صحيه كيقول لك واخويا انا ما عرفتهاش اشنو هي، ما عارفينش الناس راه شحال ما كانش ياكلوا، ما عارفوهاش، كيصعبوها شي حاجه ما عندهم عاديه. شوف خير الله، شوف اللي ينتفخ هذيك الحبه كي داير، هذيك السرعه راه ماشي. راه بالمناسبه الناس خاصهم يكونوا عارفين هذه القصه هذيك. انا غنوريك واحد القصه، دابا الناس كيقول لك لا انا لك ليتها راه فيها المرض، وهاد الناس كالوها هاد الصحيه يا خويا راه شلا حوايج فيها، راه شلا منفعه. شوف شحال ديال الحوايج فيها، مي كاين اللي غيشوفها يقول لك واه هاديك راه كياكلوها، هاكا يضحكوا بها على الناس. سيما بالله المنفعه اللي كاينه في هاد الهنديه ما كاينه في شي حاجه، يمشي يجري مع راسو كاع الحاجه اللي كتاكلها باللون ديالو، تبقى باللون ديالها في المصارن ديالك، ادواء كولها مع الشبع ما غتضرك مو والو اخويا. وقديمه صحيح، انا مني عقلت بها انايا انا في عمري دابا طالع في 45 سنه، لقيتها نايضه عندنا في العروبيه، لقيتها نايضه عندنا في العروبيه، مشيت للصويره لقيتها معرمه كاع موجوده في الصويره. هذاك الشيء ماجي زريعه مني بحثت لها، ماجي من برا ماشي حتى من هنا. يعني حيت الصوره فيها الكور وقيله كيفاش؟ كياكلوها الكور، الكور تم كياكلوها هنايا، الناس راهم مسوقينها وما عارفينهاش. بالمناسبه اللي غيعرفها دابا غياكلها، غادي يقول لك انا راه لقيت واحد المنفعه للمصران، صحيت منه وتصفي الدم ديالي، يمشي للطبيب كيتصيب الدم ديالو ورجع عادي. راه الناس راه خاصهم يعرفوا هادشي. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.